أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. خيرا إلهي سبحانه وتعالى هبرك القارئ الشيخ يحيى عبد سعيد آياتك وأخرينا ميزانك حسناتك الله أسارو أنغنا إلهي سبحانه وتعالى آياتك أنوانفعو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات جعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات المبرئ من الهوى والمنزه عن النزغات والخطرات مغلاق الشرور ومفتاح الخيرات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على أكمل المخلوقات عدد ما في الكون من معلومات ومداد ما خطه القلم من كلمات ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل
وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل شيء حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. ولا ليال وغهرينتي ربي ما مهتسن رحمتي سكو مهتسن رنتوين وافتشي كو مهتسن رسول كيسا أمان مدن صلى الله عليه وسلم راعدنا إن غمدن عليه الصلاة والسلام ربي يورات كي نهجاجي رغم شنا نغكوري إلهي سبحانه وتعالى بلي باس هنغا إلاليو شر الدنيا مد آخرنا إلهي سبحانه وتعالى هنغا حشابو مؤتمر كي نمانتا أم بالله منينا خيري وناك كينو وصعدة إن بدنا أن كفى إذي سنو إلهي سبحانه وتعالى هينو غدقو ولو دنيا هاي مانتا لما كلمقنا ربو رما سيقو روح بضن بيوغسو بحين برنامج كان يمؤتمر كان يوعي قلين تن دينيغا انتي حوغا هاي سي انتي حولها هاي سي انتي حرفك هاي سي انتي حكمك هاي سي انتي حيرك هاي سي ننما مقنا ولا ودا دنيا هاي إلهي سبحانه وتعالى هاي دن بركيو سيدا الدين تي سوغسو بحذين ودوحو تشيسينا إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخربا هاي دين كراميو أنا وكوها الله يمغعا أخيارتي ساكا مغالا دتمي وحان شعلا يسكال يلابا إنا إذن كوكوما هدنا قد مانتين سياسيين تا علماء دا غنع ستا دا بهدا صحافة دا صلاة دين تا عيدما دا أمني غا رقا إيو دمر كا دمان كا سوقيب غلياشا آدي آدي يا دمها سنتهين هاي جزاك الله خير آدي آد أيان دمان تود قيبا آن شيغي بلشدا وغمها دنقايا سيادو قروح بدن سوردوين وعن مرحبين يا محبو أيا الله كل الناي مقالة بنان كنا لغو سودوي إلهي سبحانه وتعالى سيدا أدنو كراميسين أدنو شرفتين إذن كان هايدين شرفو آمين دا بورما وما أدراك ما بورما وحا إسله بورما إيا برواقو بورما إيا براكو بورما إيا بدبادو وبرتي النبده وبوسكي أقونتا بورما وبلعديو بوحدواي إلهي سبحانه وتعالى هايذن كرامي هرقيس مركان مريني حقا يرأف سواحليان كتورا وحان إذا هرقيس هاكونا متاتا ومعنى هيدو هرقيس وحدي باتاي كمتشران بورما ما أنت مركا وحان لأن هاي بورما بركة مينجي سانا بورما بركة مينجي سانا بورما بركة إذا أبدان أما بركة إذا هبضتو آمين دا إلهي سبحانه وتعالى هايذن كرامي ما هاد نقا كدب سوردوين قالي أباد مدنتهين قلبي آد يا آد أفر أحسن يا قعم فران يا ولالا إذن كرالية يا محاضرات يا وناك يا كالقعيل يا قول قروحسن يا مدل آد يا آد أهفن وعلمدي يا خيارتي يا كبوحان أيار دي كسر دوين يا دمانتي وحن شعلا هنا ساسو كالأمة هاد نقول أنها المامين مؤسسة أنصار السنة ومؤتمر كان inaso qaban qaabisay ayadoo ay iskaashanayaan ama kaashanaysa muassasatul karam oo laba muassaso aan kala dhicina labadaba khayr badan tahay khayr badan ku jira ilaahay subhanahu wa ta'ala labada muassaso oo barnaamijka ino suurta galiyay khayr badan haasiyo dhamaan intee ka qayb qaadatayna waa mahadsanihiin insha Allah ta'ala barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa oo si wadan doonaa bidnillaahi ta'ala sadax casho ayuu socon doonaa barnaamijka maanta sabtiya أحدى يسنينتي سنينتي وقبل قبدي إن شاء الله تعالى صلاة عصر كدب أيوب الله من دونا صلاة مغرب كدبنا برنامج كا مالين والبوح الوقا من دونا أو كسع من دونا مساجد كأبو هريرة مساجد كأبو هريرة أيوب كسع من دونا صلاة مغرب كدب صلاة عصر كدبنا قرون كان
ayaan maalin walba isugu iman doonaa insha allahu tacaala. Culimadii oo dhanna waa inoo dhan yihiin, wacdigooda iyo muxaadaraadkooda iyo khayrkoodana waa ka wada dhargi doonaa, waana ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala. Culimada inaan dhegaysanno, khayrkaa u samirno, muxaadaraadkaa u fadhinno, dhammaanteen soo diyaar uma nihin, soo diyaar uma nihin. Ilaahay subxaana watacaala ha idin karaameeyo. Barnaamijka waxaa ila daadihin doona sheekhayga saaxiibkay sheekh maxamed shiino. Sheekhna saa subax magaca jazaakum allahu khayran. Asagaan barnaamijka wada daadihin doonaa, hadda nin agtiisa aan mari kara maaha, waa nin sheekhayga ah, culimadii magaaladana ah. Asagaa igu karaameeyo, igu sharfay maqaamka inaan soo istaago, asaguna mahadaha ka gaadho. Ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo. Iclaan kale oo loo baahan yahay hadduu jiro intuu barnaamijka noo socdo ayaan wadaagi doonaa insha allahu tacaala. Wixii iclaanaata barnaamijka intuu uu socdo ayaan kolba wixii soo kordha wadaagi doonaa insha allahu tacaala. Marti sharafta meesha joogta sheekhana maqaamkooda iyo maamuuskooda iyo magacooda dhammaantood ku wada salaaman yihiin. Hadda aniga waa layga badyaadaa deegaankiiy magacaabayna ragga horaa u magacowday biya. Jazaakum allahu khayran, allah idin sharfo. Muxaadarada u horeysa waxaa inoo geli doona doctor saciid maxamed faarax, magac miskiinka ma aha, maalina mawlaas u qabaa soo maa. Doctor maxamed saciid faarax mawduuca uu ka hadli doonana waxa waaye xuquuqu zawjayn, sacabkana aad buu isu qabsaday. Muxaadara waxaan ka dhargi doonaa wax badan oo khayrna loogu sheegi doono, dhallinyaradana si gooni ah romantiga loogu tababari doono. Sheekhana soo dhawow. Allahu khayr mima yushrikuun wasala allahu wasalama wabaraka cala nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin. Ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. Ya ayuha naasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijaalan kahiiran wanisaa'a wattaquu llaha aladii tasaaluuna bihi walarxaam ina allaha kaana calaykum raqiiba uma ma bacdu. Assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dadkii qiimaha badnaa ee sharafta badnaa ee sheekh maxamed shiine magacyadooda iyo maqaamkooda balkan ka sheegay, iyo nimadii hablaha qiimaha badan ee barnaamijkan ka soo qayb galay, iyo bahdan saxaafadda iyo aad u dhammaantii mawlidooda salaamaya. Ilaahayna subxaana watacaala kulankan kulan khayr qaba allaha ka dhigo, khayrkiisana allahayna siiyo. Intii kasoo shaqaysay ee soo agaasintayna ilaahay waxaan uga baryayaa in jannatul firdowsati alacla in ilaahay jalla wacala maqaamkooda ka dhigo. mawduucaan jeclahay inaan saacad in ka yar aan ku soo koobo. Barnaamijku mawduucu wuxuu ka hadlayaa xuquuqda labada zawj ay isku leeyihiin. Dabeetana waxaan idhi marba waqtigu haddaan u wada saamaxayn, haddii raggu meesha ku badan yihiinna xuquuqday dumarkoodu ku leeyihiin aan kala hadalno, hadday meesha dumarku ku badan yihiinna xuquuqa zawjkooda ama aswaajtooda ay ku leedahay aynu ka hadalno. Marka waxaynu ku bilaabaynaa marba hadday ay haweenkii khayrka badnaa ay halkan nambar ahaan saddex laabeen ama afraabeen inamadii, inaanu bal xuquuqday raggoodu ay ku leeyihiin aynu ku horreysiino. Haddii waqtigu inoo saamaxana insha allah xagga dambe ama gadaal baynu insha allahu tacaala xuquuqda iyagu leeyihiin aynu ka hadli doonaa biidni illahi alkariim. Xaq marka la leeyahay, culamada waxay ku qeexdaa, waxay tidhahdaa xaqu waa waxa baatilka ka soo horjeeda, xaqu waa waxa wanaagsan ee aan baatil ahayn ama wax xunaan ahayn, sida qaamuusa muxiidka uu sheegay. Qaamuuska kadaalika wuxuu sheegay inuu xaqu yahay magacyada ilaahay subxaanahu watacaala ka mid a. Usrada laga hadlaya ama qoyska laga waramaya waxay culamadu ku sheegaan, waxay idhaahdeen kulan lab iyo dhidig ay ku kulmeen si ay qoys waxa weeyaan calaa wajhin sharciya ay ku abuuraan ama ku yagleelaan. Labadooduba xuquuq bay leeyihiin, labadoodana waajibaad baa lagu leeyahay, waa saddex geesoodka oo kale. Dushii waxay saareen zawjkii, labadii hareeroodna dhinacna waxay saareen hooyadii ama zawjadii, dhinaca kalena waxay saareen waxa weeyaan awlaaddii. Aabbuhu ama zawjku mas-uuliyadda ugu weyn ee qoyska isagaa iska leh, usradda ama qoyskuna waxay wuxuu xaq ugu leeyahay inay adeecaan, ixtiraamaan, ay ka dambeeyaan. Dadka ugu xaq badan xaaska waa odaygeeda inay markaa kow adeecdo oo wixii macruufka ay ku adeecdo waa mid. Haddii uu nebigu salawatu llahi wasalamu calayhi wuxuu sheegay haddii cid lagu amri lahaa inay cid sujuudo, haweeneedaba lagu amri lahaa inay odaygeeda u sujuudo, taasina qisay lahaydo ninkii saxaabiga ahaa ee Mucaadi ibnu Jabal radi allahu tacaala canhu, dalka Shaam buu siyaartay. Markuu kasoo noqday buu nebiga salaantii sujuud uga dhigay u sujuuday.
طب ترى النبي صلوات الله وسلامه عليه وعكويلي ما هذا يا معاذ؟ معاذو وحنا تصبين سوام حي معاذ وعكويلي دي وحنا ركاي قضياشي أساقف هذا علماء ضوها شام أو السجود أو لا السجود أيه طب ترى وحنا يصيري نبي كم وضع صلوات الله وسلامه عليه سيد اللوغو سجوده وعكويلي لا تفعلوا سيدها صبيننا فإني لو كنت آمرا أدانكو أمر لها عيدنا عيدك لو سجوده هوين إذا كو أمر لها عيدنا وذيك لو سجوده حديث كان ابن حبان أي في صحيح سكجرة حاكم يا مستدرك نوك السبيه هاي العلامة الألواني الألباني إروان غليل بكو تصحيحي حقوق ذا زوج جوحة كم ذا إنا لحقوق ذا إلهي سبحانه وتعالى كسو بحكرين إلى إيه أنت كسو بحيس حقوق ذا زوج كذا ما كان لبدي حقوق ذا دي اللي استول صاري أرنك وأرن آذي هذا علص نبقوا حلي صلوات الله وسلامه عليه أيام امرأة ماتت وزوجها راضي دخلت الجنة بإذن الله نبقوا حلي صلوات الله وسلامه عليه هوين إذا أطي قيريوتو أما يدمتو وذيك إذن أورهاليك أيهاي كان هذا ربي أي توسو قليسا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ابن حبان سووريي إمام أحمد نمسند كيسا وكسو أروريا وكسو قري وحاو حديثك شيئا رنتي حديثك أسبب شيئا إنه أفضل دهاي قفك دمر كينه كان هذا قلشو يعني سيك أفضل ننكو إنه كان نقلو وحا حديثك شيئا قفك دمر كي هذا شنتي هذا صلاة روضي تكتو بشي هذا رمضان نعي صونتو فرجي قيل يحب بنت هذا نعي إلاشتو زوج كي هذا نعي أطيع ذو وحيان معصية هين دخلت جنة ربها أبو عليه الصلاة والسلام كان هذا ربي قيد أي توس وقليسة مركا وإنانا عاسية لن وحي معروفة أتيتا التي مادو فهي آثمة دم بما أسقنا هذي سلا ديدنا انت عمل حصارا مردا فيسو إلى انت كان قنيسو ولذلك حديث كي صحيح النسائي يا حاكم بشاقي ذهبنا وافقي نبي قول حبيلي صلوات الله وسلامه عليه فانظري ايق ابو إلي أين أنت منه ألقات كتاك أنت هاي ايق فإنما هو جنتك ونارك وضيقا قاسي أما واجنة هذا ودكو جنتك إيسي أما إساقا در حما إيا دبات الدرتيد أيا نار تاتو قليسة حقوق ذي سوحا كم بذا ألا تنكر إحسانه إناني ولا قيسة آني استيتسينين أوني أنكرين ولذلك فإن أكثر أهل تذكر نار توقبضا وحوية والدمركة نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث سعيد صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري هي حديث كيك عليه يا معطية مركة والنبي صلوات الله وسلامه عليه دمركة لدر دار ميي وعكوري تصدقنا صدق بحية فإني رأيتكن أكثر أهل النار صدق بحية وكوري وحنا ركينا نار توقبضا انتهينا وحي قبل هوايل ذي بيشا فرد ذا أيها وحي كتري نبي الله محمد وقلنا بالنار توقف بضرنا هاي لما السبب ومهيم أبو شاقي صلوات الله وسلامه عليه وحكويلي تكثرنا اللعن لعنة دا إيو مارة تعرم حميدي إياه في لقادة دا حوني وحصات كهذا شام وبلا يقول إيو نعلنا عنا ذكر كاقاها تي وحي الله ماذا بإلا يمريانكو طلباتنا وحويا يكفرنا العشير عشير كنا وازوجك أدو ولي قيبة مارة تي وحونا كسنسيو وهو في عناظه وحويا هبين أدو كحناشيو أمو وحوي لاهضه وحويا أي حوية الحمان هي دماغها كي منسى. مركين الدمر كمسكين عليها. لما ضار الريموت تعرف لقاعدة عربك هي وحوية أنت ضيق وناقي سايتهاين القران وني ملا وقبحين. كذلك حقوق دي سوحة كمدة أديو أويره سيدو حجيري سو قتوين على ديرين ولو كانت على التنور أدي حتى تلحق دبيسو أما صلايد كراعيسو يروح لمدة ولو كانت على ظهر البعيد أدي حتى أور صارمت هاي هذه أي ديدو أو ذيك اللي سبوا حناقصن وكسيحضو وحوية سيدة حديث منو شاكتاي ملايكتان نعضليسا إلا إن تواقوا بريئيو أما أرالي كذلك وقلنا قنية ولذلك في صحيح مسلم كان الله ساخطا كان الله في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها إلا إن تواليك النقنية إلهي سبحانه وتعالى وهو على إسلانية إن رتا الله إسكي إلى اليويان كذلك حديث ابن خزيمة ابن حبان يسوريان نبقوا حولي صلوات الله وسلامه عليه صد حبان لقى قبلين صلاة دعاذو ذناء أنا عرك وبحين وحوي وقف كأقوم كأهي كبح صدو ذي جيسي إيه قف كالسكران كأيلا انتو صوك عيو إيه قف كهوين ذي وذي جيدة دي ده سمو يعني كسي حبيضون سمو رهلك أهي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مركي لويديي إنحاس كي سمالنتي نصونتو همين كينا صلاة الليلة تكتو مركو هي رفراش كانت دي ده وحويان
wuxuu sheegay laa yaxilu dalika biitifaaqi lmuslimiin buu yidhi arrintaasi ma bannaana itifaaqii muslimiinta oo ay tahay inay adeecdo haddii uu furaashka ama xaqaa ugu yeedho waana fardi waajibayey dabeetana labadoodii baa issamayno dee amaanada waynu celinaynaa buu yidhi dee waxay tihi markaa hadaba ilmaha ilaahay subxaanahu watacaala markii hore ina siiyey ilaahay baa subxaanahu watacaala dib inooga noqday sidii buu ku aasay ninkii la odhan jiray abuu talxa kadib isla habeenkaabaa ilmo u calool galay nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh waa loo geeyey uu taxniikiyey oo timir buu afka u geliyey salawaatu llahi wasalaamu calayh sagaal caruura oo qur-aanka xafidsan baa ilaahay jalla wacalaa uu siiyey markaa taasi waxay caddaynaysaa yacni waxa weeyaan habeenkaasoo qof dumara oo ilmaheedii geeydhintay ama nafti ka baxday waxa weeyaan haddana hawlihii kale oo dhan odaygeeda u diyaarisay arrintaasi qiimaha ay leedahay shariicada ayay inoo caddaynaysaa kadalika waxaa ka mid a xuquuqdiisa inay mahadiso cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo labiskiisa ay ka shaqayso inaanay nimcooyinka uu siiyo maaragtay aanay ku kufriyin arrintaasi waa arrin ilaahay jalla wacaala uu aada ugu soo dhoweynayo kadalika walaalayaal waxaa xuquuqdiisa ka mid ah inaanay iskaga tegin sariirtoona meelo kale tegin qolaad arkaysa iyagoo islaayey furaashkiiyo bustaay qaadanaysaa oo si tulunka iska seexanaysa ama qoladeeda yurub qoladeeda yurub ninkaa la saaraa idinku waxa laga yaba hadday jirtaba ma jirtaa laga yaabaay hadday idinka dhacdo waxaa dhici karta inay qofka dumarkii meelaha iska tagto annaga waxa weyaan haddii laysqabsado bustahaaga iyo go-aagu weliba gabadha baariyo dee fiican baa bustaha iyo go-a kuu dhiibaysa haddii kale keligaa qaabuun baa alkaa iska jiibsanaya tv ga agtiisa maaragta markaa inay taana iska ilaaliso oo aanay hajri ku samaynin ayaa arrintaasi muhiimay tahay taa ku saabsan inaanay hadduu u baahdaanay u diidin iyada laftankeeda waa muhiim culammada caafimaadku waxay sheegeen ragga dumarkoodu aaday u diidaan dhabar xanuun fara badan baa ku dhaca markaa waxaad arkaysaa odayaasha dee meelaha marayo dhabarku xanuunayo oona ogeynba cilladda haysata laakiin cilladdu xaggii gurigii bay ka haysataa xaqiiqatan iyagu laakiin arrintaa kama warhayaan inaanay soomin naafilo ama sunno isagoo raalli aan ka ahayn waxay xuquuqdiisa ka mid a inaanay cid u fasixin gurigiisa isagoonu raalli ka ahayn qofkii aanu raalli ka ahayn inaan gurigiisa aanu soo geli karayn haddaa xitaa qaraabadeeda iyo ehelkeeda haddii uu qofkaasi yahay inaanay gurigeeda ka bixin ilaa biidnihi isagoo raalli ka ah mooyaane wa buyuutuhunna khayr lagu nabu ilaahi subxaanahu watacaala xaflad iyo munaasabad iyo siisagooti iyo soo dhoweyn iyo welcome party iyo yacni xitaa wax kale markii xaflad la waayey ayaa wanqasha iyo afartanbax iyo magacyo cusub la sameeyey wax kaloo looga baahanya aana jirin aan ahayn in kulan la kulmo oo la baxo guriga laga baxo shaaficiyadii xanaabilada qayb ka midina waxaabay aaminsan yihin xitaa inaanay siyaaran karayn aabbaheed oo xanuunsanaya isagoo fasaxa ama raalli ka noqda mooyaane ta ku xigtay xaqa zawjka uu leeyahay walaalayaal waxaa ka mid ah inay carabkeeda ka ilaaliso inaanay caayin inaanay bahdilin inaanay aflagaadaynin malaa idinku ma lihidine yurub waxyaalaha jira waxaa ka mid ah dumar badan baad arkaysaayo raggooda dilayo garaacaya idinku waxaa arki jirteen qof dumaroo laga xoog weyaha ma la dilo waxaa jira xaggaa rag badan oo waxa weeyaan dumarku ay dilayaan waxaad arkaysaa qofkii dumarka ahaydoo jiim bay isoo qoraysaa maxaa xaggaad u socotaa jiimkii baan tegayaa jiimka waxay u tegaysaa maalintaad isqabsataan inay knockdown kaa dhigtay gowda kaa saarto aad bay arrintaasi runtii naxdin badan noogu haysaa qayba xaggaa dabadda ka mid ah waar hebel xaajadii meeday jiimkii waa kii ilaahay ka qabtay buu ka odhanaya haweenku way ka tagtay iyo qaali buu ku noqday iyo marka dumarku haddii dee ilahay xoog siiyey inay muruqyo dhistaan oy ninkooda muruqyada ula soo noqdaan waa musiibooyinka jirtaa layska ilaaliyo kadalika waxaa ka mid a xuquuqdiisa inaanay caayin waynu soo sheegnay bahdilin curka codkeeda sala ugu qaadin waayo sidii xadiistu sheegtay xuurlacayntii baa odhanaysaa ammaanka ugu dadaal in yar baa hadhay oo anigu xagga iyaga ayuu ninkaasi usoo socdaa xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inay jeclaato odaygeeda oo diinta ka mid ah oy soo dhaweysiiso yacni soo dhaweyn ula timaado marxabaysiiso u jajabnaato waa arrintaas sida kadalika waa muhiim ta ku xigtaa an tatazayana lahu inay isu qurxiso oy wax walba isaga u marsato ay wax walba u xidhato waxaad arkaysaa haweeni badan oo markay aroos tegayaan iskoofeeraynaya oo ismeekabaynaya oo dharkii ugu dambeeyey xidhanaya inta guriga ay joogaan ee odayga ay la joogaan habeen iyo maalinna
baalkan shiidka la yiraahdo qol dadna baatiga u yaqaanaan ayaa habeen maalin la xiray oo kii saaka quraacda lagu sameeyey baa laga yaabay habeenkii inuu waagu cadceeda ugu dhacdo arrintaas looma baahna maxayna soo galay waan gartay ha maasha allah wallahi boole maba khatare dayuurdaaba kiciseen maasha allah inay isu qurxiso oonay markay isqurxinaysaayo keliyaanay noqonin markay amaaro istagayso ama xafladay tagayso ee waxa weeyaan dabadan xijaabkeeda sharafta lahay sideeto gudahana gurigeedana odaygeeda ku soo dhaweyso isjeclaysiiso waxaan laysu marsado iyo waxaan la xidho iyo berfyumkan iyo meekabkan iyo waxaas oo dhan ay wada xidhato waa arrin muhiima kadalika xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inaanay ka dalbanin waxyaalo culus oon gacantii aanu ku haynin inaanay ka dalban rag badan baa la culaysiiyey kan soo iibi suturanka noocana dhig baabuurka maxay hawandaay inoo soo iibi daabshiil noga soo iibi hawandaay iyo wixii la mid ah rag badan baa deyn galay culays badan baa fuulay waxaa laga yaba inay kaba dhinteen iyagoo deyn kaa bixin kari waaye marka qofka dumari odaygeeda yaanay culays saarin wixii uu kari karayo iyo mustawaha ay reerku ku noolaan karayo inay iska imaansato ayaa iyaduna muhiima kadalika xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inay odaygeeda caawiso oo waqtigu mar walba malab maahee isbeddel baa iman karaa xanuun baa iman karaa waxa weeyaan mashaakil kalaa iman karaa shaqaduu ka tegi karaa culaysyo fara badan adduunku dee macaanuun maaha ee wax weyaan isbedbeddel baa dhacaya inay isbeddel walba oo dhaca ay odaygeeda raalli kaga ahaato kusoo dhaweysiiso caruurteeda haysato dee danteeda iyota qoyskeeda ay raacdo kadalika xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inaanay khiyaamayn inaanay qurux ugu faanin inaanay dhaqaale ugu faanin inaanay xasab iyo magac iyo qoys ama reer ay ka soo jeedaanay ugu faanin inaanay dhaqaale ay leedahay aanay ugu faanin oo odaygeeda ixtiraam uu ka mudnaado kadalika xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inay u khidmayso isagii ahlulbeytka gurigaa jooga inay u khidmayso ayaa xuquuqdiisa ka mid ah waxaa xuquuqdiisa ka mid ah inaanay asay u qaadin afar bilood iyo toban cisho wax ka badan oo iska ilaalinayso isqurxinta iyo ziinada oonay bixin ilaa iyo xaajo gaari ay jirta mooyaane daacadda zawjka walaalayaal waa mid aad iyo aad runtii muhiim u ah shariicadeennuna aad bay uga hadashay xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inay markuu baxayo macasalaamayso soo dhaweyso inay sii dhaweyso oo telefoonada iyo internetkan imika wifi-gan iyo internetkan imika waqtiga dadka ka dilay ee cilaaqaadkii zawjiga ahaa dib u dhigay inay iska ilaaliso iyadii mobile bay mashquul ku tahay isagii mobile buu mashquul ku yahay caruurtiila mobile bay mashquul ku yihiin cilaaqaadkii zawjiga iyo marxabaysiintii iyo kalgacaylkii iyo muxubadii runtii hoos bay u dhacday dad guri soo gashay iminka awal waxaa la odhan jiray qibladu xaggee naga xigtaa haddaad iminka guriga qofku uu soo galo gurigu wifi ma leeyahay baa la leeyahay hablahan guryaha caawiye ka shaqeeya iminka magaalooyinka lamaba helaba markay soo gasho awal waxay odhan jirtay guriga imise caruuraa joogta dee markaa tilaahid lix iyo toddoba iyo way iska tegi jirtay mid iyo laba iyo saddex bay diidayn jireen iminka guriga markay imanaysa ish la shaqaalaysiinayo waxay leedahay guriga wifi ma leeyahay guriga hadday wifi leeyihin adda shaqada way qabanaysaa haddii gurigaana wifi lahayna way iska tegaysaa marka yacni social media wuxuu noqday wax cudur iyo xanuun haddii si fiican loo isticmaali lahaa dhibaata may dhacdeen laakiin ummaddeenna waxaad moodaa runtii sidii khaldanayd ayay u isticmaalaysaa laysku radinayo laysku caayayo laysku aflagaadaynayo sawiro xun lagu isticmaalayo yacni waxa weeyaan dhibaatooyin ilaahay subxaana wa tacaala qofka bani-aadamka ka fogeynaya ayaa ka buuxa inay sirtiisa ilaaliso oonay sirtiisa iyo tareerka waxbaana ka sheegin inaanay waxa weeyaan walaajiso hooyadii sodohdeeda iyo walaaladii waayo hadday u fiicnaatay wanaajiso iyada laftarkeeda wanaag fara badan iyo qalbi wanaagsan ayuu tusayaa inay u hadyadayso oy hadyad siiso waxa weeyaan hadyadaha fiicfiican waxa weeyaan waa arrin muhiima bal ha la isweydiiyo markii ugu dambeysay xaajadu odaygeeda hadyad u keentay ama uu isagu hadyad u keenay bal qof waliba si hoos ahaana naftiisa ha weydiiyo hadyadu waa muhiim haddii wax kale la waayo xitaa in yaroo chokleeda haddii wax kale la waayo xabad ubax oo cas ood sariirta saarto waa muhiim nin baa xaaskiisii telefoon u diray wuxuu isii hadayloo wanaagsan hadayloo wanaagsan ku dhe intuu telefoonkiibu u diray xaaji iska waramo nabada wuxuu ku yidhi i love you deg deg bay telefoonkii u dhigtay walaalkii bay la hadashay waxay tiri walakaa u waashee malaa jin baa galay ka daba tag waxay moodaysaa hadalkaa jiljilicsan ee wanaagsan inaanu yacni qaamuuska ama dictionary-ga guurka aanu meel la kaga jirin taana ha la ilaaliyo inay awaamirtiisa ilaaliso xijaabka sharciga ilaaliso diinta ilaahay subxaanah wa tacaala ay barato
xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inay xifdido xoolaha odaygeeda iyo nafteedaba ay ilaaliso. Nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayh xadiidkii ibnu maaja soo wariyey wuxuu yidhi, maydinka waramaa waxa ugu qaalisanee odaygu haysto almar'atu saalixa, zawjada saalixada ah, markuu eego uu ku farxo, markuu amro adeecda, markuu ka maqnaado xoolihiisii iyo nafteedii ba ilaalisa. arrintaasi waa arrin muhiima inay ilaaliso shucuurtiisa, in waxa weeyaan ay iska ilaaliso, sa aynu sheegnay ziyaaraadkii socodka badan, iska ilaaliso telefoonka badan, si gaara markuu guriga soo galo, inay iska ilaaliso siday dadka badhi sameeyaan, inay shayaatiinta iyo saxarada u adeegsato oy tiraahdo cilaaqada iyadu ma fiicnee ka daba tag, ay tiraahdo tala waxaas kale miyuu leeyahay bal arrintaas soo baadh. waynu ognahay qofka caraaf ama saaxir u taga in ilaahay inuu ku gaaloobay wixii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh ku soo degay, inaan afartan cisho salaad laga aqbalayn. gabadh baa sidaa lagu yidhi waxay tiri xumaleh afartan cisho unbaa salaada laga aqbalayn, waa iska caadi, maalinta koob iyo afraad ba waa lay bilaabay. yacni waa arrin cajiiba. markaa inay iska ilaaliso runtii shaydaanka iyo shalaadiinta iyo caraafiinta waa arrin aad iyo aad u muhiima. inay ilaaliso adkaarta iyo guriga suurata baqara in lagu akhriyo maalintii mar ama la dhegaysto, haddii heshiis ku dhici waayo culays imaado, dee marxaladooyin kala duwan bay qur-aanku inoo sheegay in la wacdiyo oo la toosiyo. kadib waxaa ku xiga inuu qofku hajar filmajfajac sameeyo meel kala seexdo, taasina waa cuquubo nafsiya saynu ogeyn. aldarb alkhayr mubrix baa ku xiga gacanta aan adkayn, taasina sida ibnu cabaasi ay sheegeen waa saddex caday oo wax weyaan uu meelaan aan ahayn maaragtay meel caloosha iyo meelaha uu ka ilaaliyo saddex caday waxay waxyeelayaan ma jirto. inta haddii laga yimaado nebigan waxaa laynoo sheegay salawaatullahi wasalaamu calayh inaanu weligii sidii caaisha ay sheegtay qof u shaqaynaya ama khaadim aanu weligii gacan saarin nebigu calayhi salaatu wasalaam, gacantiisuna mar walba waxay ahayd fii sabiili illah marka jihaadka lagu jiro. hadday xaaladaasi wax ka fiican fici waayaan, taxkiimkii ama midiyeeshakii wixii loo yaqaana ayaa la gelayaa, xakama min ahlihi waxkama min ahliha, dadka cuqalaage labada taraf baa loo yeelayaa. inta badanna in yar mooyaane waxaad arkaysaaba labadaa taraf ee yimaadaa, in mid waliba uu yacni kaynanta ka socdaana ina duuru hiilinayo, kaynanka ka socdaana ina kuunu hiilinayo, dadkii ku dhex jirayna madaxu xanuunayo. waa inuu qofku la yimaadaa arrin ah in reeg laysku celiyo, reega la heshiisiiyo, dalaaqa laga ilaaliyo, culayska laga qaado. ma aha in qof waliba yidhahdo inantaydu waa sax ama inankaygu waa sax, waxa weyaan arrintaana aynu iska ilaalino. haddii markaa taxkiimku wax ka laga qaban waayo, hal dalqaad buu dallaqayaa sida xuquuqdu ay sheegayso, fii tuhrin lam yujaamaxa fiih, iyadoo daahira oo daahirnimo aanu ugu tegin amaanu arag. kadibna waynu garanaynaa dalaaqaa kadib mutcadii bay leedahay, nafaqadii ciddaday leedahay, nafaqadii awlaada haddii awlaadi jirto ayay leedahay. waxyaalaha xaggayga aad ugu fara badan waxaa ka mid ah waxa weeyaan ilaahay jalla wacala kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay walaa tadaruuha kalmucallaqa, yacni waxa weeyaan laa hiya mutazawija walaa hiya mutallaqa. aad bay inoogu badan tahay. waxaad arkaysaa hooyooyin odaygoodii ay islaayeen oo iska tegey maraaxishaasoo dhan lasoo maray, kadib wuxuu yidhi waa naashis weeyaano uu iska tegaya xaas kale u iska guursanayaa, iyadii halkii bay ka laalaadaa. laa huwa tallaqaha, manuu furin lamana noolaa. taana raggu inay iska ilaaliyaan xaqiiqatan weeyaan, inta la kali karaya reerka ha laysku hayo, inta la kali karaya reerka ha la heshiisiiyo, wanaagga ha laga taliyo. marxaladdu hadday faraha ka baxdo inaad qofku meel kale iska tago oo dee mar walba culayska iyo guurka iyo mas-uuliyaddaa saarani ay meeshaa taagnaataa, waa arrin khatara weeyaan. markaa taana insha allahu tacaala ha layska ilaaliyo. waxaan in yar taabanayaa iminkana xuquuqda uu zawjku ku leeyahay zawjadiisa. xuquuqday zawjaddu leedahay ayaanu yana gudagelaynaa insha allahu tacaala labaatankan darina ii haray. culimmadu waxay inoo sheegeen in la dayaco xuquuqda qofka dumari odaygeeda ku leedahay ayaa ka weyn xuquuqda ka imanaysa inay xaaska odaygeeda xaqiisa ay dayacdo, waayo dumarka xaqoodu isagaa ka weyn kan kale. ilaahay subxaanahu watacaala suurat almujaadala min fowqi sabci samaawaat dee waxa uu soo dejiyey haweeneydii ashtakootay, qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawarakuma, waka ilaahay subxaanahu watacaala inoo sheegay ashku thaclaba waat itri ee waxa weeyaan ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aan ku soo dejiyey. xuquuqda ay zawjadda ku leedahay odaygeeda waxaa ka mid ah inuu waajibaadkii nafaqada la yimaado iyada iyo awlaaddeeda. wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf, buu ilaahay yidhi. alrijaalu qawaamuuna cala nisaa'i, buu ilaahay yidhi.
إن أضيق نفقذي عنتظى يتي كسودة الرقة الحنية لقوضة يتي علاجك يتي سكنك يدقنا شها انت بيسا قال لو قبها هي من لقربة حتى دي حاسكو شقين يسو وديرها لك هي شقذي ذا حقوقها يذو كتنازو شمويانة والقول لي هاي نقول صلوات الله والسلام عليه حديث صحيح مسلم اتقوا الله في النساء دمرك إلهي كقعب صدى وحيث انكو قاضتين أمانة إلهي وحكو استعماتين فروج سودا كلمة إلهي وحاني كل يهم أرساقت يكسود بالمعروف إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث كلينا وشاقي كف حديث أبي صحيح أبي داود كسقنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وحا أغفلا دنبي وقفك مسلم كاه إنه ضيعه عدة عدة مسؤولية سوى صارنتها هي وحلقة وذا زوجته هي أولاده حقا لبعض اللي هذا هي إنه مهر كذي كامل الصيو وما ربنا أنا قف إيه الكامل ذي مهر كقاطه مهر كي هذا إسكاله أدو قدم أيه يا دو دو بقول لك يا أبو سيدي كل شيئا لكن مهر كا ويكون لي هذا هي ويقوم البيت أي كنسه قري جنا وحويا هو فركو مرنشري أما هو حاقي شري صلوات الله وسلامه عليه ولا ريال حقوق فربضاً أي دمرك ورقة ورقة ذا كل أيه إلي حقوق ذا لي مادان أي مهمة وحويان واختي فربضاً أي أباهيه رنتي إلا السيو أو واختي قال لقل قيب قاطو أو واختي قال وحيا لها فهي ذا هين شاتكو كم بديا هاي برسيديت ساعدو تندبس ساعدو شات لو فردي أيو وقوريقي وضيق أنو كحوذو كوغين ويدي اللي طالع الناس اللي يسوا أولادي يعتذو ذي ينذافت ذو ذي يسكول كو ذي من عامة ذو ذي ومسؤوليات كلا ضيعي إلى هنا سبحانه وتعالى وإن قال حساب تميو قاد كان إلا إسكيل عليو إساق إيو من دوريا شريم كان نقصه فربطي وارين آدي آد مهيموه إيو اختصاب كموح الله يقانو أما وحن كفسك الله يقانو إساق اللي بتركي سويم كان نقصه فربطي ويتهينا أنه فضايدنو قولك مهر كان فضايدنو سي أنا إمارة فتنة في الأرض وفساد كبير أنا يقول دعين إسلام إلا نوع إيابا وحي تري حاجات إيو ذيك الشيكين إسا مكانيك إلا الله إسا وحي تري هيين هيين كذا نقو بمعنى أوتش شبنو هاي بدي إذا إلى علي هنتي إذا نحن نقولن صدي حاسس يسقط درتي هيين كذا نقو هاي بدي إذا إلى علي هنتي إذا نحن نقولن درك بعشرة هنتي بنقضه دق عنتي يدق عن تاكو قبطاي وحول با حق المريه حق المر تاسي سعل ميسو دي وحا ويا يدا الا احترامه ولا قدم بيه ومهم وحنا نقبته دي وحا ويا انو جبنادو تاسنا ان شاء الله تعالى واتصدحات تا معاولتنا وحنا نقبلان حقيقه وميد اديات مهمه او اله سبحانه وتعالى انه كغا عبسنينا ان قفك بني ادم كي ولي مادو وحول او قيسكيسا يا ريركيسو كو هاغاغيو اما او كو ولاغسنانايو نبي صلى الله وسلامه عليه وعقول عائشة وان كلا قانا وقول ما كان يقحنا قصنت هاي هي ما كانت رالي جيجت هاي هاي نسل جي سنو يا شباب الله يسل جي سن شاء الله جزاكم الله خير هي أربعة هدي وحي وحي رسالة كقرتها وحي تعداد رالي جت هاي وربي محمد بعد رنجرتي عداد يقحنا قصنت هاي لا وإله إبراهيم بعد رنجرتي بقولي وحي تري مركها ما قعد من هجري شري لكن وح كلام مجره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هذه خير العباد وحيو شيقي هذه قيسة مع زواجه صلى الله عليه وسلم سيردي سواي وناكسن البويري إن حسن المعشر أبوها خلق وناكسن عائشة أوفي عن يندو مركيسة كلبا صلوات الله وسلامه عليه أهداف تقول قال وقال يوحا كمدة إن قفك بلي آذن كي بسنك قبصده ودعاقة قول قال وقال يوحا إن قفك للي مادو دعاقة سياد بينو بويري هاي إن الدعاقة اللي تمادو أداد دعاقة اللي مويدو وحويان إن دعاء سعدي ولا لا يموا أيوه ده وحوي الشيطان كبا وحوم بك على قيد قاضنا يا قيسي يا ريكي عنتري عبتان كي أنت بس كا كلا قاضنا يا تحصل وها مشكلة نقاضي أو حلي إلى بعوض ماذا واحد ترى أو ذي كان ونصفرينا والزوج كبا يلوم فريا ما هذا فريس أبو قيولي وحويولي ومن من حوسلة ما أنت نسمه سنة إني قال يبا يقح ما ضي ولب ما كنت جم هركي ما أنت نسخور سلي إنينا هو يدي بعد ما طيب طبعا ترى جور كي يبيع تعسيب ويسب الدنيا ما أنت بقولي قال أقل قرينا ضبع قف صدي قولي قبولي عند مركي وأبها يسكت دين ونعاوينا مركي بوحه قال لي حنون حنين وكل عيو سفر بوه بحي إلا أي مكان ورك ما هينه
مركا أنا قلنا آخر كي شقدي بالليجيري أنا حكيه لي شري مصايب تعسيقو فلان أنا قبلنا نسكت قبل ويلي قادي كي بكون وريلا هيك بقو أنا قبلنا هذا هدول من حاس كذا هدول من كل كذا يكون نقو إسمع برتي فدي ما قادي كي ورقد لو صدر لي شقدي ولا قاضي ولا حيوبي أنتوا يا ربي بكون وارن نقفرتم وحفايدة لا ما شرتو دقيقة يا ريت مد هذا كل شري وحكذلك ويفر بذي حتى قصصكم ألقين جالس أقصد قبل قبيني إن شاء الله تعالى كل يوم موضوع حقوق ولا يعني موضوع هذه هذا بلارن قيم با وحوي أنا وروح لقى شيء جاي إن شاء الله تعالى أنت كان العلماء يقدم بيا يا رمي يصير دونا إلى يوحنا كبري سبحانه وتعالى إن اجتماعنا اجتماعا مرحوما كنديك تفرقنا بعده وتفرق معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيه ولا محروما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم صالحات أعمالنا اللهم اجعلنا فعليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أدبا هما سنتهين سيد لقي سنتهين سيد وقتهين قارقا والذي كم هدعنا إياه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.